فتحت البوابات على بركة الله لمواجهة جياد المستورد في الشوط الرابع. عمر 3 سنوات فأكثر، مختلف الدرجات، مسافة 1800 متر، قيمة الجائزة 78,000 ريال. هذه المواجهة ما بين 17 رأس تمثل 13 شعارا في هذه المواجهة، والانطلاقة لمن لابن مالك، الانطلاقة في المرتبة الأولى. نتابع الآن التنافس والانطلاقة، يبدأها ابن مالك انطلاقة سريعة المعتادة في المرتبة الأولى. ابن مالك يقود الجياد في المركز الأول، ابن مالك يتقدم في المرتبة الأولى مع محاولات بقية الجياد المتنافسة. مشاهدين الكرام، من الخارج تبدأ التنافس الآن، ميركولينو يبدأ التقدم مع محاولات التقدم في هذه اللحظات لسيتي لينجنت. رشادي بالفعل يبدأ في المرتبة الأولى مع ابن مالك الآن في التحدي. الآن ابن مالك، ميركولينو ومشهور يبدأ من الخارج الآن مع يوسف حصين. مشهور يبدأ مع رشادي وبن مالك وميركولينو. ميركولينو مع رشادي، مشهور يبدأ من الخارج الآن في هذه اللحظات. الاقتراب مع بداية الخط المستقيم، مواجهة ستجمع ميركولينو ومشهور الآن لحسم المركز الأول. ميركولينو ومشهور يتقدم للمركز الأول في أولى مشاركات هذا الموسم. مشهور في المرتبة الأولى، المباغتة والمحاولات فيما المحافظة من مشهور والمباغتة. ميركولينو يحاول التقدم، ميركولينو يتقدم، إذن يحقق المركز الأول والمركز الثاني لمشهور. إذا مشاهدينا متابعينا الكرام، تابعنا مواجهة